ثانية واحدة، مراتك؟ ايوه. بنزل. انتوا فاكرين هعمل ايه؟ انا كنت بس هبوسها. تبوس مين يا دي مخبل انت؟ انت فاكرها خالتك؟ اتنين اقعد اقعد. اسمك ايه؟ هدية، اسمي هدية. So cute. I love your style. Your hair. اتنين ليمون يا فزاع. لحسن القعدة شكلها هتطول وتحلو. أمر جنابك. تنين ليمون يا اللي في المطبخ. تنين ليمون ايه يا جحش يا ابن الجحش؟ أيوة صح، ليمون يهدي. أنا موصياهم يحضروا العشاء. بقول لك ايه؟ ما نكسرش غباوي. قسما بالله اللي هينطق عتوية. تعال انت عاد يا بسكويتي. يس برو. لا والنبي كلمني عربي عشان بخاف. بتخاف ليه؟ برو يعني اخويا. انا اسف ما عرفتكوش على بعض. ده توماس ماي بيست فريند ومدير اعمالي. دي اشلي اخته واخته، بس هي شفتك معنا فجبناها هنا معنا. ما يضرش قصره. عاوز ايه؟ بص من الاخر كده، انا جاي النهارده عشان زي ما بيقولوا في الامثال المصريه عندكم القديمه، نلم حاجه كده نحطها على حاجه تاني. ايوه نلموا الموكوس على خايب الراجع. لا لا انت تسكت خالص، انا ما كلمتكش، انا بكلمه هو. قصدي نلم تو كانتريز، كانتري نحطها على كانتري تانيه. قصد اسم الله على مقامك تلم الشامع المغربي، بيقول لك كانتريز. اكزاكتلي. ما شاء الله انت، غير انك ستايلك تحفه كمان ذكية. يا مصبر الوحش على الجحش. كام داون برو، تشيل. يعني لازم نبقى هادين واحنا بنتكلم في موضوع الميراث. ميراثيه ميراثيه، انت قاعد مع كيس جواف وياك. اي حد معدي يقول لي ليه فرس ابوك اقول له تفضل وصدقه، ده اني طخه وطخه ثاني كمان. ما هيبقى مات اوريدي، ايه البوينت؟ انت عايز تقنعني ان دادي ما قالكش؟ لا حكالي يا خفيف، حكالي قال لي ليك اخ واحد بس مش برص وخنفسين. احنا خنفستين؟ يعني هو انا اللي برص؟ ليش عرفني؟ مش يمكن تكون جاي رامي بلي؟ حقك دي معك حق فيها. توماس يا جيرن بوي. اوكي بص يا كبير، دي شهاده ميلاد خرجت من مكتب صحه كلود بيك باسم جوني الكبير قوي وبنفس تاريخ ميلادك. ده تحليل الدي ان اي من تكساس بيثبت ابوه الكبير قوي لجوني، ودي البصمه الوراثيه لجوني وللسيد الوالد، والاثنين متطابقين تماما. الشهادات دي كلها معتمده من الام بي اي او منظمه الصحه العالميه. الورق ده تبل وتمسح به لا مؤاخذه. ها ها قفاك. اذا كان كده معلش، ده انا طخكم والدبان الازرق ما يعرفلكوش طريق جوره. ايه طخنا دي؟ انت شايفنا فرخات قدامك؟ ما تخلينيش اوريك الوش الثاني، انا ممكن اوريك الويل وظلام الليل. او ماي جاد، ده ارهاب. ما تنساش اني امريكان سيتيزن، وممكن بتليفون واحد للسفارة اقلب الدنيا ابسايد داون. يا جماعة صلوا على النبي، كده ده انتوا اخوات. خلي الجماعة يريحوا في اوضة الضيوف واحنا كمان نطلع نريحوا في اوضتنا عشان احنا تعبانين طول النهار. طبعا ما تغمزي لي ليه؟ حفهمك فوق. ادينا فوق اهو. عاوزة ايه؟ اهدى بس يا كبير، كده ووزنها بالعدل، ده ممكن يقلب الدنيا زي ما قال ابسايد داون. ده امريكاني امريكاني. وانا مزاريطي مزاريطي مزاريطي، ممكن ازريطها على اللي فيها واجيب عليها واطيها وفوقيها تحتيها كمان. شوف يا كبير، لو خلصنا عليه دلوق ايه اللي هيحصل؟ كل خير. لا مش كل خير طبعا، اكديها هتتقلب علينا الامم المتحده، ودولك ما بيتفاهموش يضربوا النووي عدل. نووي؟ طب وانا اعمل ايه دلوقت؟ اسيبه ياخد نص الورث؟ لا مش النص، هو يعرف منين قديه ورث الكبير قوي. قصدك اديله حسنته وبعد كده اصرفه. الله ينور عليك، ولا يؤذينا ولا نأذوه. يا بقرة. يا فزيا صباح الخير يا كبير. صباح الزفت على نفوخك. نهارك ابيض. انا مش قلت لك ياض ما تغفلش عينيك من عليهم؟ حصل جلابك وعينيا ما غفلتش عينيهم لحظه. لا يا شيخ، وهم فينهم دلوقتي؟ صحيوا من النجمه وسافروا. باه
هتتكلم صح يا صح الصح يا كبير. هما قالوا انهم هيروحوا ياخدوا الراوند. هياخدوه منين غير من محطة القطر؟ انت متأكد يا دي انهم قالوا هياخدوا الراوند ده؟ ومليين سمعهم بوداني دول يا كبير. غاروا في 60 داهية. انا قلت كده برضك ما يستحملوش عيشتنا وناموسنا وجاموسنا. غرياض غرياض خليهم يحضروا لي الفطار ويبعثوا لي في البلكونة. أمن جنابة نحضروا لك إيه؟ عايز النهاردة كنت ننتل. أسمع يا ود الناس، أبويا الحج قبل ما يموت بخمس سنين أدمن القمار. ريلي الكبير قوي واز جامبلر وفلاتي كمان، والناس كلاتها يا حبة عيني كالضحك عليه. ما طولش عليك، المرحوم قبل ما يموت كان مشارك في دورة ويننج إليفن، وكان لاعب على الأرض والدوار، والناس اللي كسبت الرهان كتر ألف خيرهم فيتينا في الدار دي عقبال ما نلقوا مطرح قانون جديد. So ربنا ألهمني بفكرك ده، دسيت عنيهم اسم الله على مقامك كم جاموسي على كم بهيمة عاملين 38 ألف جنيه وريال، حقك فيهم بشرع الله 19 ألف جنيه وبريزة بالتمام والكمال كده. توماس قرم بوي. أوكي، آخر حصر لأملاك الحاج كبير قوي تم رصده من خلال مصلحة الضرائب لسنة 2010 وهو كالآتي: 12 فدان على الترعة، 10 فدادين ورا الترعة، ده بالإضافة للترعة نفسها، 5 جناين ليمون، 5 جناين برتقان، 5 جناين موز بلس الدوار، و10 أبراج في الطوابق فيصل. الفدان على الترعة بيعمل 300، والفدان ورا الترعة بيعمل 200، والجناين والأبراج والدوار يبقى كده كله على بعضه about 6600. أنا هاخد 3 بس. 3 إيه؟ 3 مليون جنيه؟ قالوا لك عني داقك زرازير يا ده، أنا طخك وطخ نفسي قبل ما اديك 3 جنيه. النووي يا كبير. والله لما يكون ايه؟ اعقل يا كبير، ده فيها خراب. اكده هيعملوا حصار وهيقطعوا الكورن فليكس عنينا. اوه. وحقه كده كده بالمحاكم هياخده. فزاع. امر جنابه. هات دفتر الشيكات. جاهز يا كبير. تفضل. تفضل. يلا. يلا ساعدهم مستعجلين، لم خلقاتهم عشان يلحقوا يروحوا. وانت يا اشرف ادي الطنبيل بتاعهم غسله نظيفه كده. تمر يا كبير. بس انا مش ماشي دلوقتي. ليه ما مشيش؟ لسه بقيت حقي.